إلى السودان، حيث وصف أحد أعضاء فريق التفاوض الاتفاق الذي أبرم بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج بأنه الخطوة الأولى في بناء دولة ديمقراطية. واتفق الطرفان على إنشاء مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا. كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل حكومة مدنية وعلى فتح تحقيق دقيق شفاف مستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة. هذا وتجمعت حشود في شوارع العاصمة للاحتفال بالاتفاق. من هنا يبدأ تاريخ السودان، من هنا يبدأ تاريخ نضالنا. أرجو أن تكون المرحلة القادمة على مستوى نضالات هذا الشعب. المسؤولية كبرى أمام قوى الحرية والتغيير، لا بد أن تكون قوى الحرية والتغيير على مستوى شعبها. الدول الانتصار ده، والحمد لله الانتصار جاء في النهاية. الناس صبرت في الشارع 7 شهور، حاجة جميلة 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 جدا، ما بتقدر ما بتتوصف. النهاية كل ما يتلاقى موقف مع موقف ما بتوصف.